السلام عليكم ورحمة الله. منتصف ليل الأربعاء 12 من الشهر أعلن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر أن ساعة الصفر قد حانت لدخول العاصمة طرابلس وبسط هيمنته عليها. كانت هذه هي سابع ساعة صفر يحددها حفتر لاقتحام العاصمة وإزاحة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عن السلطة. اختار الليل كعادته وسارعت وسائل الإعلام في القاهرة والرياض وأبو ظبي لنقل الخبر مع وعد بتغطية مفتوحة لنقل عمليات التقدم، لكن شيئا لم يحدث. استعصت بوابات طرابلس أمام الجنرال وشكلت له ولداعميه خيبة أمل جديدة تضاف إلى خيباتهم في تثبيت انقلاب جديد. ولم يكن الرفض الشعبي وحده ما جدد هذه الخيبة، فهناك الوعيد الصريح من الرئيس التركي أردوغان بعدم السماح بتكرار انقلاب مصر في جاراتها. فكانت مذكرة التفاهم التركية الليبية التي أربكت حسابات الجنرال وداعميه، وحولت الهجوم الذي وعد لحسم الصراع السياسي إلى ساحة تدريب لإعادة التوازن وإحياء مشاورات الحل. تلك المشاورات التي سعى السيسي إليها أخيرا تترجمها اليوم وقاع الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، وتعترف بسقوط رهانه على حسم النزاع لصالح الجنرال الليبي، ولتؤكد أن الهدف هو الإبقاء على الوضع الحالي بلا غالب أو مغلوب، أملا في تسريع الخطوات الدولية بشأن اتفاق سياسي ينهي الأزمة فقط من أجل منع وصول أي قوات تركية إلى ليبيا. مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من قصة اليوم، نتابع فيها الأزمة الليبية وتغطية لوقائع الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية.